حتى يتبين لهم أنه الحق. طبعا أيها الأحبة، أنا سأقترب الآن من ذرات الرمل الموجودة على الشاطئ. سبحان الخلاق العظيم، يعني نحن نرى ذرات صغيرة، ولكن سأحاول أن أكبر الصورة لكي نرى دقة الصانع سبحانه وتعالى. انظروا أيها الأحبة، انظروا، هذه ذرات صغيرة يعني، ولكن عند التكبير انظروا هذا المنظر الكبير سبحان الله. لا يوجد حبتي رمل متشابهتين في الكون، ليس في الأرض فقط بل في الكون. انظروا أحبتي في الله سبحان الله، هناك تشابه، لا يوجد حبة رمل تشبه الأخرى، وكأنه مزيج من اللآلئ سبحان الله. طبعا الآن جاءت موجة ماء تنفع على حبات الرمل سبحان الله. نظن أن ذرات الرمل هذه متشابهة، ولكن لاحظوا ما الذي يحدث أثناء التكبير. لاحظوا أيها الأحبة، أنا الآن أكبر فقط 20 مرة، يعني تكبير بسيط. على الرغم من ذلك ظهرت هذه اللآلئ والجو، تظهر مثل اللآلئ ولكن هي حبات رمل، وهو طبعا هذا تراب، يعني يعتبر من تراب الأرض. من هذا التراب خلقت أيها الإنسان، انظر كم هو جميل، وكم أن الله أكرمك أنه خلقك من هذه الجواهر بالفعل. انظروا أيها الأحبة، سبحان الله، يعني شيء شيء معجز كل معنى الكلمة. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. نبتعد فإننا نرى هذه وكأنها ذرات رمل متشابهة لا نميز بينها سبحان الله. هذا المشهد والله يشهد على قدرة الخالق وتفرده في الخلق. الله تعالى يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. طيب بالله عليكم، ماذا يعني أن نجد كل حبة من حبات الرمل في العالم وهي تعد بالتريليونات لا تشبه الأخرى بعد تكبيرها؟ طبعا في الظاهر نظنه كله متشابه. لذلك قال سبحانه وتعالى في موضع آخر عن بعض النباتات مشتبها وغير متشابه، يعني مشتبها نشتبه أنه يشبه بعضه، عندما نراه من بعيد نظن أنه يشبه بعضه، عندما نكبر ونرى الحقائق نجد أنه غير متشابه سبحان الله، مشتبها وغير متشابه. فإذا هذه القاعدة تنطبق على كل شيء في الكون، حتى على النباتات، حتى على الزيتون والرمان وكل أنواع النبات. لا يوجد ثمرتين زيتون في العالم متشابهتين بنسبة 100%، لابد أن يكون هناك اختلاف سبحان الله. كما أنه لا توجد بصمتي أصبع متشابهتين في كل العالم. وبالتالي أحبتي في الله، فيعني يمكن الآن أن يكون لدينا مفهوم جديد حول معنى قوله تعالى مشتبها وغير متشابه. هذه الآية تشهد على إعجاز القرآن، من كان يعلم هذه الحقيقة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا خلق الله حبات الرمل بهذا الشكل؟ ليقول لنا أن الله واحد، لأن هذه ليست من صنع الطبيعة، لأنه بالمنطق لو كانت المصادفة هي التي صنعت حبات الرمل، على الأقل كنا رأينا تشابها كبيرا بينها. أما أن تجد كل حبة تختلف عن الأخرى فهذا يشهد على صدق الله تعالى الذي قال صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم
حتى يتبين لهم أنه الحق.